الرئيس المنتهي ولايته ترامب يلعب الجولف في منتجعه في فيرجينيا في ضوء هذه التطورات في المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية حسم بايدن لهذا السباق الرئاسي بعد تصدره للمعركة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا ونيله للعشرين مقعدا لهذه الولاية في المجمع الانتخابي والتي كانت مطلوبة ليحسم الديمقراطي جو بايدن الرئيس المنتخب الآن هذا السباق الرئاسي على وقع كثير من الجدل والصخب الذي يمضي إليه ترامب وحملته الانتخابية بالذهاب بعيدا على المسارات القانونية والقضائية. إذن نتابع وإياكم هذه الصور التي وردت قبل قليل من فيرجينيا وهذا المنتجع الذي يظهر فيه ترامب بيلعب الجولف على وقع كل هذه التطورات والمستجدات في السباق الرئاسي الأمريكي.